كنظن ان الزواج عبر الانترنت كيكون شي حاجه اللي زوينه، ما كتعرف داك الانسان قبل بشحال وكتواصل معاه، كتعرف الطريقه باش كيفكر والطريقه اللي هو عليها. عكس كنشوف انا الزواج اللي كيمشيو كيخطبوني شان من دارهم، هذا كيكون شويه ما غاديش تفهم مع داك الانسان، حيت فاش كتجي لاطار الزواج كتلقى شحال من حاجه ديجا انت ما عارفاش فيه. اما في الانترنت فاش كتكون كتهضر مع ديك البنت ولا ديك الولد كيعاود لك على نهارو كيفاش كيدوش شنو كيدير في حياته وكل شيء، كتلقى ان داك الانسان انت ديجا عارفه قبل ما تزوج به. يعني فاش غتجيو للزواج انكم تزوجوا كتلقى ان داك الشيء اللي كيدير هو ديجا انت عارفه وكتلقى راسك مرتاح فيه، ماشي بحال ما كتعرفو ما كيعرفك مشي شي خطب شي تزوج شي به. بزاف ديال العادات ما غاديش تقدر تقبل عليهم به، شحال من حاجه ما غاديش تلقاها بحال بحال. انا كنظن ان الزواج من الانترنت هو اللي صالح في هاد الساعه. دائما فيه اخطاء، عمر ما يكون اتصال يكون 100%، يكون مصالح كيكونوا يدون سرع الله هو اللي خدام. اما الانترنت بالزواج ما كينجحش، عندك 90% 10% اللي تقدر تنجح، باسكو الحقيقة كتبان. اما الانترنت فيزير شي حاجة اللي هي الانترنت مديور شي حاجة اللي هي بوزيتيف، اللي هي اكتيف الخدمة بحال شي ديال لا نوفيل تكنولوجي اللي هي في الاندستري، في هذيك خدامة هذيك ما فيهاش. اما شي ديال الزواج جو بونس في لي ريسك، فيها جوانب ايجابيه يعني كتفتح الباب للزواج وكتنقص من ظاهره العزوف اللي كنعانيو منها حاليا، ولكن في نفس الان خاصها تكون بحذر والواحد يرد البال ديالو، واحد يرد البال ديالو يعرف معاه. يعني كاين اللي كيتفلى اونترونو، كاين اللي كيتفلى، كاين اللي ما عينوش المعقول، الوغ كوم سا الواحد يعني يرد البال ويشوف معاه من غادي يبدا واحد الاسره وغادي يبني واحد الحياه اللي غادي تدوم واحد المده. دونك ما بغيناش يكون فيها تفليه ولا يكون عاوتاني يبدا واحد الحياه واللي غادي تسالي في لو بلوطو بوسيبل، عاوتاني غادي تسالي بواحد الفشل ولا كيف ما كتعرفوا دابا عاوتاني كاينه ظاهره ديال الطلاق ولا شي حاجه بحال هكايا. دونك الواحد قبل ما يعرف شنو يدير شي حاجه يعرف شنو غادي يدير وفين غادي. الظاهره ديال الزواج من الانترنت كاينه اللي كتكون نيه صافيه وكون نيه كيكون كيوقع واحد الانسجام وهذا وكيكون داكشي مزيان، وكاين بعض الحالات اللي كتكون فيها خطوره، كتكون فيها خطوره كيكون يتزوج بك السيده كاع وكذا ولا بقى يكذب على تيديها الارض الغربه وكيوقع مشاكل. ولكن الانسان كله والنيه ديالو، الانسان يا ربي ينتبه. وجوج من الانترنت كاين اللي مزيان صدق ليه مزيان وبخير، وكاين اللي مسكين لقى صعوبات ولقى مشاكل ولقى راسو بعيد على العائله ديالو ولقى كذا لقى كذا. صراحه التعرف في الانترنت زعما ما كيكونش شي حاجه جديه وداكشي، زعما كتكون باغي دوز الوقت ماشي حاجه. انا كنفضل زعما شي واحد الا كان باغي يتزوج ماشي وحده زعما يريحوا في قهوه ويدويوا على خاطرهم ويتعرفوا اكثر، زعما في لا رياليتي احسن من تليفون داكشي. كتعرفوا زعما كتعرفش شنو العيوب ديالو شنو الايجابيات ديالو، يعني انت كتزوج به ولا شي حاجه عاد كتكتشف زعما شي حاجات خايبين اللي انت ما كيعجبوكش اصلا، يعني ما ماشي شي حاجه زوينه. من الافضل تعرف عليه في الواقع تريحو دوز واحد المده تتعرف البيرسوناليتي ديالو مزيان عاد ديرو.